السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السؤال الأخير من عند أت محمد كيقول بالنسبة للشفع والوتر واش دارو نصلوهم أو لا. الشفع والوتر أخي سي محمد هما من ليس من الفرائض ولكن هما وليس من السنن. ليسوا فرائض ليسوا سنن وإنما كيتسموا من السنن الواجبة. السنة الواجبة هناك الواجب وهناك السنة هو جا في الوسط سنة واجبة يعني أننا خصنا نأديوهم. كان النبي الكريم يحافظ عليهم فالسنة الواجبة من أداها له الأجر والتواب ومن تركها عليه اللوم والعتاب وليس عليه ذنب ولا عقاب. لما صلى الشفع والوتر ليس عليه ذنب ولا عقاب ولكن عليه اللوم والعتاب. أما إذا أداها له الأجر والتواب فلا ينبغي أن نترك الشفع والوتر إلا كان شيء ضرورة اضطرارية. في السفر نصلي الوتر وبعد الفقهاء قال لك نصلي ركعتي الشفع. الشفع هو 8 ركعات والوتر هو 9 هذا هو الوتر النبوي 9 لكن احنا كنختصروها في ركعتين فقط ديال الشفع وركعة ديال الوتر. لا ينبغي أن نتركها إلا في سفر نصلي الوتر هو أساسا من تركه ومن تركه لا ذنب عليه لكن عليه اللوم والعتاب. أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا وإليكم جميعا الإيمان ويزينه في قلوبنا وقلوبكم ويجعلنا وإياكم من أهله ومن خاصته ويختم لنا وإياكم بالحسنى ويجعلنا وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء الغد بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.